بسم الله الرحمن الرحيم. الحفل الكريم اسعد الله صباحكم جميعا، تحيه لكل الاخوه المتابعون والاخوه الحاضرون مشاهدينا. ما زلنا معكم على الهواء مباشره عبر قناه سياس الرياضيه ولمسات الهواري في هذا الاخراج والنقل على الهواء مباشره من هنا من عاصمه الميادين من الوثبه، حيث هذه الانطلاقه الاخرى من انطلاقات الخير والبركه والمحبه والالتقاء ضمن هذه الرياضه العربيه الاصيله. هنا شوط اخر هو الشوط للبكار مشاهدي الاعزاء السادس الذي ينطلق على بركه الله. نرى مقدمه الشوط والمركز الاول الكوره، مالك الكوره عبد الله بن سعيد بن عبد الله العامري من خطف الاضواء. هناك ارى الصداره. المركز الثاني هنا ملاحقه من البدايه الذيبه لمحمد بن علي بن حميد المنصوري الذي دفع بهذا الاداء شعار المفاجات يا ابو علي. ناخذ مشاهدينا القدوم والتسلل اللي من عمق الميدان تماما مشاهدي الاعزاء اللي في المركز الثالث، الوصول هنا التسلل مشاهدينا والخدوم مشاهدي الاعزاء من المركز الثالث. هناك الوثبه ونحن في الوثبه، مالك علي بن عبيد بن بخيت بن رشيد الاكتبي الذي يقدم لنا نعم هنا الوثبه مشاهدي الاعزاء المركز الثالث او الرابع. الخدوم من الجانب الاخر والتدخلات القويه اللي وصلت من الناحيه الاخرى ماخذ موقع تماما للانطلاق كريمه لصالح بن سالم بن تربش العامري الذي دفع بهذا الاداء. المركز اللي قادم هو السات والسات السات التي وصلت وانطلقت في هذه اللحظات مشاهدينا، وقدومها مياس بشعار الفيلسوف مبارك بن يمعه بن مطر بن مايد الخيلي الذي يتقدم في هذه اللحظات. النقله الاخرى في المركز السادس او السابع، نعم القدوم اللي قادم والوصول من قبل مشعله لتشعل الشوط جمعة بن محمد بن دري المنصوري الشعار الختماوي الذي يتقدم في هذه اللحظات. نقلة أخرى قادمة والشعار يتدخل في المرتبة الثامنة هو كذلك بشعار الشاهنية، ومحمد بن عبد الله بن سالم المسافري بين أيضا قدوم آخر في المركز التاسع التي وصلت وصايف لفالح بن ياسر بن فالح الشامس، وغدوم آخر في المركز العاشر لتنقض في هذه اللحظات اسم قادم مشاهدينا اللي هي لفحة لسلطان بن غالب بن راشد المنصوري الذي يتقدم في هذه اللحظات بن غالب مشاهدينا في كل مكان. مجموعة قادمة وسيل متدفق تلتقطه لكم كاميرات ياس مشاهدينا في هذا الأداء من المراكز الخلفية لنوضح الصورة تماما والاعداد وكثره المشاركين ومفاجات الوثبه. اما المفاجات الوثبه هي من تحتضن هذه الشعارات والكل وصل اليها من كل حد وصوب بخيره ما عنده من حلاله ليكون حاضرا في هذه التسعيرات الجميله في عاصمه الميادين. نعود للشوط وارى شعار الفاجات الذي ينطلق في هذه اللحظات مع الذيبه محمد بن علي المنصوري الذي يتقدم ابو علي راعي بن صوغان. الله يا سلام، هنا يتقدم رجل المفاجآت نعم، ولكن شعار الفيلسوف بدأ يتقدم في هذه اللحظات ويبدأ يتقدم وانطلق من السادس إلى الثاني مباشرة. يتقدم في هذه اللحظات مياسة مبارك بن يمعة بن مايد الخيلي الذي بدأ ينطلق إلى المركز الثاني. وصلت الأخرى، وصلت وصايف لفالح بن ياسر بن فالح الشامسي، وصلت بمعيتها كذلك شعار آخر وانطلاق مع قدوم انتصار وسيف بن علي بن دلوان الاكتبي. كل يدلي بدلوه بالفعل من خلال هذه التسعيرات الجميلة. المركز الخامس وصول آخر انطلاق آخر من قبل هناك ثمينة وزيد بن محسن بن علي بن ديلة، بدأ يتقدم بن ديلة في المركز الخامس
السادس وصول وقدوم من هناك ازعاج لحمد بن شطية بن سالم الوهيبي والكل متواجد مشاهدينا من خلال هذا الانطلاق. اسم قادم اخر مع هناك مشاهدي الاعزاء الله يشوده والاسم الجميل التاريخي احمد بن علي بن سلطان. واذا يتقدم السبوسي ومن الجانب الاخر دخول اخر مع اليمامة وسعيد بن عبيد بن سالمين المنصوري. قدمنا خلنا نشوف الصدارة مع رجل المفاجآت مع ابو علي مع الوثباوي مع الانتقال الجميل هنا من البداية مسيطر كل السيطرة مع انطلاقة الذيبة لمحمد بن علي المنصوري. الله على الأداء الله على الانطلاق. وهنا شعار آخر يتدخل انتصار وسيف بن علي بن دلوان. بالفعل ينطلق وقال باي باي اللي بيقرب يقرب. المنصة بانت والكيلومتر الأخير دخلنا على معتقد أبواب والبكار جرنا الشوط أول من جر الشوط ما شاء الله انتصار اسم على مسمى وسيف بن علي بن دلوان هو من يتقدم هو من ينطلق. الله هناك ترقبات للوضع هنا أيضا وصول من قبل وصايف لفالح بن ياسر فلاح بن ياسر ولكن شوفوا اللي وصلت شوفوا اللي وصلت شوفوا ذمينة وشوفوا زيد بن محسن بن علي بن ديلة المري وصل وصل به أيضا ووصلت الأخرى انغضاد هنا وتحركات من أبعاد أبعاد أنتم ولا قريبين. وهنا عيسى بسعيد الخيالي أول نزلة فاجأتنا من اللحظات الأخيرة ولكن الصدارة مع بن ديلة غير الأمور وانطلقنا البكار. الله يا بن ديلة الله الله يا بن ديلة بالفعل ما فيك حيلة. وهنا أيضا وصول مع وصايف وفالح بن ياسر بن فالح الشامسي ولكن بن ديلة والسلام وين أثمينة وزيد بن محسن بن علي بن ديلة المري هو من دلى بدلوة وكان بالفعل في حسن ظن مشاهدي ومحبي هذا الشعار شعار بن ديلة. ورجل الأمتار الأخيرة بن مايد وصل الفيلسوف الفيلسوف في اللحظات الأخيرة بن ديلة بن ديلة بن ديلة والفيلسوف بن ديلة والفيلسوف اللحظات الأخيرة حتى خط النهاية حسمها بن ديلة مع ثمينة زيد بن محسن بن علي بن ديلة المري. والمركز الثاني لأحمد مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي. والمركز الثالث المركز الثالث اللي انتصار لسيف بن علي بن دلوان الكتبي. والمركز الرابع المركز الرابع كانت متواجدة وصايف لفالح بن ياسر بن فالح الشامسي. المركز الخامس المركز الخامس التي وصلت أيضا كانت بدورها متواجدة أبعاد لعيسى بن سعيد الخيالي. هذه النتيجة عودة للهواري والتوقيت الزمني ثمينة 7:38 وسبعة أجزاء من الثانية هي كانت أيضا مشاهد الأجزاء ثمينة لمالكها زيد بن محسن بن علي بن ديلة المري له التحية. المركز الثاني شعار الفيلسوف قطعت المسافة 7:38 و7 أجزاء من الثانية تهانينا لمبارك بن أحمد بن مايد الخيالي. المركز الثالث المركز الثالث كانت انتصار لسيف بن علي بن دلوان الكتبي قطعت المسافة 7:39 3 أجزاء من الثانية. والمركز الثالث هو كذلك حصل على هذا التوقيت تهانينا لكل الذين فازوا معنا في هذا الشوط.